السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. خالد الغندور طار يا جدعان، محمد أبو العلا طار يا جدعان، وهنشوف شالي أخو إبراهيم عيسى هيطير ولا يعني له تقل في القناة. لكن مرتضى منصور عمل زي مسلسل المال والبنون دور علي لوز اللي هو كان وحيد سيف، أي دور ضابط إيقاع، وكل ما يشوف سيد زين يقول له هشيعك يا علا هشيعك. فخالد الغندور فمرتضى منصور طلع على قناة الحدث شيع خالد الغندور على الهوا. قال لك خالد الغندور بعلن استقالة أو بعلن إقالة خالد الغندور محمد أبو العيلة من قناة نادي الزمالك، دي قناتنا، إزاي ما يخلوناش نطلع عليها؟ يا سلام. وبعدين عندك كنت اتكلمت في الفيديو السابق عن إن مرتضى منصور احتفل مع أنصاره بفوزه قبل الإعلام بساعتين، فلقيت إحدى الفضليات داخلة تتكلم هي كدابين النتيجة قدام نادي الزمالك. الناس يا ستي يا استاذه خش شوف الفيديو بيتكلم على ايه. الراجل قبل الاعلان نتيجه عمال يسقف والستات وراه عمالين يزغرطوا ومبسوطين بفوز مرتضى منصور. مش بس كده، ده قبل اعلان النتيجه اعلنوا فوز، وده عمل محادثه او عمل مداخله على قناه الحدث اليوم اللي ايه عامله كانها هي قناه نادي الزمالك، اسف قناه مرتضى منصور. ده قناه نادي الزمالك ما عملش ده، يا عمنا يا سندنا يا ظهرنا يا لا لا يا جماعه في ايه يعني. وطبعا مرتضى منصور ما خلاش، مرتضى منصور دخل، وطبعا ابنه بقى احمد مرتضى منصور اللي نجح. طبعا هو كان في تنافس على منصب، وانا بقول لحضراتكم ناس كتير هترفع قضايا، واعتقد يعني الاجراءات والحاجات اللي حصلت في انتخابات نادي الزمالك اللي مرتضى منصور بينكرها اساسا، يعني الفيديوهات موجوده والناس شايفين خناقات وضرب ومنع وكل حاجه، ومرتضى منصور بينكر ده من خلال مداخله عملها. لكن زي ما بقول لحضراتكم قبل اعلان النتيجه بشكل رسمي احمد مرتضى منصور بيهتف لوالده، الصحافة فين؟ رئيس الزمالك أهو، الصحافة فين؟ الشريف أهو، أيوه الشريف أهو، حد ليه يشوف حاجة بصوت عبد الملك زرزور، حد ليه يشوف حاجة؟ الشريف أهو، الوزير رجعه والراجل واللجنة الأولمبية اللي قالت إن موقوف 4 سنوات وافقت على ترشيحه، حد ليه يشوف حاجة؟ ولازم طبعًا مرتضى منصور دخل مسح خالد الغندور بأستيكة. مش بس كده، اخ خالد الغندور قبل مرتضى ما يدخل بساعه او اتنين نشر على صفحته على فيسبوك يا عيني بيقول لك ايه بقى، الف مبروك للناجح وهارد لك للغير موفق ونتمنى الخير للزمالك في المستقبل. هو يا عيني قال الف مبروك للناجح، ومرتضى حس انه ايه ناجح، راح طالع مشيعه مرتضى منصور، اكد بقى من خلاله طبعا وجه الشكر للمستشار القانوني نادي الزمالك والعمال النادي وامن النادي وكل من له علاقه ومن تم تكليفه باي شيء من قبل مرتضى منصور. ومرتضى منصور بقى رغم الفيديوهات اللي حضراتكم شفتوها والسيدات اللي وقعوا في الخناقات والضرب بالبنيات والرصيات والشتيمه، وقدام مرتضى منصور وهو ماسك المايك قال لك زمن الميغا خلص، اطلعوا بره، انتوا قاعدين ليه؟ في احد الناس بتوع الامن من زمان راح واكل الواد قلمين، راح الواد بتضرب لي والله ما انا سايبك، وجري وراه وبقت حرب عصابات، حرب شوارع في داخل نادي الزمالك ماسك المايك وفي كل مكان ماشي، انت اطلع بره، انت بتعمل خلاص المولد خلص المغ. والله دمه زي العاده، احنا هنضحك ضحك ربنا يسترها في الايام اللي جايه. وبعدين اتكلم بقى بيقول لك ايه اعلام مرتشي ليه يا استاذ مرتضى؟ بينشر شائعات حوالين انتخابات نادي الزمالك، ده احنا انتخاباتنا منتهى التحضر، شفتوا العدد. وكمان ابراهيم عيسى، ده انا جاي لك ابراهيم عيسى، ابراهيم عيسى ما شافش اي حاجه في اللي حصلت، يقول لك اقبال تاريخي يا فندم، وانتخابات نادي الزمالك انتخابات تاريخيه وعدد مهول وعدد، وعمال يمجد انتخابات نادي الزمالك ما جابش سيره اي ضرب ولا اي خناق خالص. عمرو اديب كان متوقع ان ده هيحصل له، قال لك انا هدفع ثمن الكلام اللي زحق. قال لك ايه؟ مرتضى منصور بيقول لك اعلام مرتشي بيقوم بنشر شائعات حوالين انتخابات نادي الزمالك ونتائج كمان. انا كلمت محمد الباز المسؤول عن موقع الدستور، عندهم واد صحفي كده عمل مداخله مع عمرو اديب، الصحفي نقل الحقيقه يعني، وهاجم وقال لك ايه، والله يا عمرو انت صعبان عليا. قال لك مرتضى نجح،
ايوه يا اخويا، نجحت بفضل ربنا يا عمرو. عيب، هنتقابل. انت فاكر يا عمرو لما طلعت وصرخت قبل كده على قناة الاوربت وقلت ان مرتضى بعت لي ناس ضربوني؟ ريحتك فاحت يا عمرو. واتكلم، وجه بقى كلامه لمحمد ابو العلا وخالد الغندور، وقال محمد ابو العلا وهيرحل عن قناة الزمالك هو وخالد الغندور زميله، ياخد ايده ايديهم في ايدين بعض ويطلعوا كده من قناة نادي الزمالك، والقناة هترجع لاصحابها، لان القناة اللي تمنع مرشحين نادي الزمالك من طرح برنامجهم ما تستحقش تكون قناة نادي الزمالك. كمان انا فتحت عضويات لفرع 6 اكتوبر وخدت 14 مليون جنيه. طب انت بتسحب ليه وبناء على ايه؟ وانت قال لك وبتوجه شكر جمهور نادي الزمالك على دعمهم، ووجه الشكر لقناة الحدث اليوم على ظهوره عبر شاشتها لمدة 5 ساعات بعد ما تردد عن انه ممنوع من ظهور الاعلام باوامر عليا، ممنوع من ظهور الاعلام. انا موجود قاعد طول النهار على قناة الحدث اليوم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ادي انتخابات جيلبرت وبقى مباراة نادي الزمالك. نتمنى كل التوفيق للاعبنا السابق جيلبرتو ونادي بيترو اتلتيكو. جيلبرتو بيشغل منصب المدير الرياضي لنادي بيترو اتلتيكو الانجولي، واتكلم عن امنيات مباراه تكون قويه، مباراه الزمالك بكره الساعه 6 استاد القاهره وحضور 5000 مشجع. الوزير بسم الله مش عامل كل التسهيلات، مرتضى مش فاضي، هو اللي بيروح وبيطمن على اللعيبه في كاس العالم لكره السله. ما هو الزمالك هو ممثل مصر في كره السله وفي كل حاجه، هو ممثل مصر. وطبعا نتمنى التوفيق جيلبرتو، واحنا من هنا بنتمنى التوفيق لجيلبرتو، وبرضه من هنا بنقول لخالد الغندور قلبنا معاك يا خلود. هتعمل ايه يا خلود؟ مش بعيد يرجع تاني. طب وهل الخناقه بتاعت مرتضى هيمشي خالد الغندور؟ ممكن يرجع تاني خالد الغندور، نشوف له قفزه كده يصلح بيها الاوضاع اللي فاتت يعني، ولا هيكون ذهاب بلا عوده يعني؟ اعتقد ان هو يومين ثلاثه كده والامور هتتصلح ما بين مرتضى، بعد مرتضى ما يرجع تاني لقناة نادي الزمالك، وعدنا من جديد للمداخلات المسائية اللي بتقعد لها ساعة واتنين على التليفون، وهنسمع ما لذ وطاب. بقالنا سنتين مرتاحين، لكن هنسمع، لازم تسمعوا. وهو أحمد قال لكم الصحافة فين؟ رئيس النادي أهو. الصحافة فين؟ الشريف أهو. يسكتوا يا كذابين يا مدعين، تفتروا على الراجل يا ناس يا سلمونا على الوزير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.